صلي ثاف في الماس الفجور فيها واذكار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوتنا أخوتتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكل فرح نلقاكم في هذا السهر المبارك وفي هذه الليلة، ونحن رانا ضياف في مدينة كريمة ومدينة مليافة، مدينة عريقة، مدينة لو تنسب يعني لأحد الشخصيات الثورية لكفته، نقول فقط أنها مدينة الشهيد البطل السي العربي بن مهيدي رحمة الله عليه ورحم الله الشهداء. أنا في مدينة مضيافة في رحاب واستضافة العائلة الكريمة عائلة دمان دبيح. قبل أن أرحب بهؤلاء الضيوف أحيل الكلمة لقارئنا وشيخنا شيخنا موسى يستفتح لنا هذا المجلس بآيات من بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا مشكورا مأجورا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قاله خالقنا وبارئنا لمن الشهيدين. أجدد الترحاب بكم سيداتي أوانسي سادتي بفرح كبير نكون اليوم في هذه المدينة المضيفة مدينة عين ليلة. نقدم الضيوف اللي راهو معايا على يميني فضيلة الشيخ رزق حتشاعد، مرحبا بك شيخ. الله يسلمك بارك الله فيك. وعلى يميني كذلك فضيلة المقرئ والشيخ شيخنا موسى، مرحبا بك. وكذلك في ضيافة وفي دار الحاج دمان، مرحبا بك الحاج. الله يعزك، مرحبا بك. على شمالي فضيلة الدكتور محمد دمان دبيح، مرحبا بك. ان شاء الله شيخنا الكريم، ان شاء الله. الله يحفظك، مرحبا. وفي ضيافة كذلك استاذنا وحيد بوستا، مرحبا بك. كذلك على شمالي الدكتور ياسين، مرحبا بك دكتور. حفظكم الله، ربي يبارك فيكم، ان شاء الله لمة خير، وان شاء الله اجتماع خير، ان شاء الله هذا الاجتماع تحفه الملائكة وتغشانا فيه الرحمة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. أنا مولف نجوز الكلمة مباشرة للشيخ رزقيمي، بصح اليوم نجوز اللي استضافونا شيخ. نبدأ بأهل البيت. يبدأ نمونا معليش. كما يقال كما يقال يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف، وأنت رب المنزل. هو رب المنزل إذن. آية. تحكمت عليه. معليش جزاك الله خير. الشيخ رزقي موال في هضر بالدارجة ويهضر شوية بقبيلية باسكو كاين مشاهدين اللي يشاهدونا. الشيخ رزقي حدثنا عن فضل الزيارة للتزور في الله عز وجل، هذه النعمة المفقودة وهذه النعمة اللي لازم نحيوها، أنه نتزور في الله مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل الذي زار أخا له في الله أرسل الله في مدرجته ملك من ملائكة وبشره بالخير، أن الله عز وجل يحبه لحبه لفلان. كلمة إليك شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بالمناسبة بدأ تحول شهر رمضان اللي قريب خلاص على كل حال. شهر القرآن، شهر الرحمة، شهر التوبة وشهر الغفران، شهر المحبة بين المؤمنين. احنا على كل حال جينا زرناكم، جينا من منطقة القبائل، جينا لهذه المدينة المباركة عين مليلة، مدينة العربي بن مهيدي رحمه الله الرجل العظيم. نروح يثمر في القبائل، نروح درداقية عين مليلة ويثمتنا الدكتور دمان وكل العائلة الحاجة دكتور الشيخ الشيخ واحد الله يبارك. نروح دار زيارة غيود من سيدي رب العالمين. احنا جينا لوجه الله، وجه رب العالمين غالي على كل شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بالتلاقي. احنا كي تلاقوا المؤمنين يجد الإيمان ويزيد يطلع الإيمان، وهذا هو لا فورس دو لا ريليجيون، هذه قوة الإيمان قوة الدين، أنه نتحبوا احنا نتحبوا في وجه الله عز وجل. وهذه العلاقة اللي كاين بين المؤمنين اللي لازم تعاود تحيا بين كاع الناس كاع المجتمع أولا بدون استثناء. تلقى السنة إلى قدو غالك غير لا سوسيتي لي زارجيريا أون جينيرال، كاع الجزائريين أي صفة كانت كيما كانت الثورة، الثورة كيفاش ناضت ما كان حتى خلاف، يا في با ديفيرونس، شاهد من شاهد من، واحد من الشرق واحد من الغرب، كانوا كاع على هدف واحد. حنا كان أوطونك ألجيريا عندنا هدف واحد، نخدموا هاد البلاد ونخدموا الدين الحنيف. نكولي دين سلمان دين جزائريين إلا قال محمد يولد من سيدي رب العالمين. وسبق بالحديث الشيخ دحمان تاع النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان اللي راح يزور خوه بمعنى الحديث ربي سبحانه سبحان الله قالوا حب هذاك الإنسان لأنه يزاره لوجه الله. احنا كي جينا ما جيناش على حاجة دنيوية، جينا شحال من كيلومتر لوجه الله عز وجل. حبينا كيما تلاقينا هنا نتلاقاو عند رب العالمين. هذه مناسبة تاع رمضان، قصرنا تعشينا عند الحاج الله يبارك ما شاء الله، نشغي من سيغ الحاج يستقبلها غير نوزا بيان روسي يستقبلها ما شاء الله الله يبارك. احنا واش نقولوا قبل ما نرجع لكلمه الشيخ حمان ولي نصوت على كل حال الشيخ حمان موافق نشط ها بروفيسيونال دكتور ذا بروفيسيونال اليوم الشيخ الحاج واعر خويا ما قدرنالوش اليوم الشيخ عطيتو لي الطونشيط والاخراج في نفس الوقت كيف ندير دوكا وحتى السر بكون سر ميله في الماكله اخو كل الشغل حنا اليوم المخرج التنشيط الى اخره. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ان يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. لا اله الا الله. جميع العلاقه اللي تكون في هذه الحياه الدنيا مبنيه على الدنيا تقعد في الدنيا، والعلاقه اللي مبنيه على حب الله عز وجل في الدنيا وتريح حتى يوم القيامه. شرا المحبه يقلال في الدنيا تشقيمي الدنيا، ماذا المحبه غير كفنا نفيض من سيدي ربي اتشقيم لما في يوم القيامه. ربي يوفقنا ان شاء الله نجوزوا سهره زينه وما شاء الله بيناتنا نقصروا مع الطبيب تاعنا مع الشيخ تاعنا. ربي يوفقنا ويصلح الامور ان شاء الله، ديغي من الخير ديغي من لهنا ديغي من غادي وين الخير غادي يوفق ربي الخير ان شاء الله تعالى. الله يجزيك بخير شيخنا رزقيا، ربي يقويك ويثبتك وكلامك يعني كلام في الصميم. كلمة اليكم دكتورنا، مشكورين على الاستضافة وعلى هذا الترحاب وعلى هذا هذا الحب في الله عز وجل. يعني لو كنت حدثني يا شيخ على النعمة هي تاع نعمة التزاور، يعني نعمة لازم نحيوها وعادة لازم تتحيا في هذا المجتمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين. ثم أما بعد أحبتي سلام الله عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نظن هذا الموضوع يعني موضوع التزاور من المواضيع الهامة، وهذا الموضوع يزداد أهمية لغيابه بشكل عام في مجتمعنا اليوم. صحيح. وبالتالي الحديث أنا ما أقول يعني يجب أن نتحدث عنه بين الحين والآخر، المفروض يجب أن نتحدث عن هذا الموضوع في كل حين دائما وأبدا، لأنه موضوع عنده علاقة بلب الدين وعنده علاقة بتعاليم ديننا الحنيف. حتى أنني أتذكر كلمة جميلة لمحمد بن المنكدر رحمة الله عليه، هذا الرجل العظيم من كبار التابعين، إن لم تخن الذاكرة يقول لم يبقى من لذة الحياة إلا ثلاث، يقول الصلاة جماعة وقيام الليل وزيارة الإخوان.
يقول هذه الدنيا هذا ما فيها كامل، يعني أن يصلي جماعة وأني أقوم الليل سبحانه وتعالى وأزور إخواني، هذه متعة الحياة. لأنه أغلب الناس اليوم، وأنا عندي هذه قاعدة، يعني يفهمون المتعة ولا يفهمون السعادة ولا يفهمون اللذة في أشياء فانية ولا أشياء زائلة لا معنى لها، عن خلل في المفاهيم. وربما للفائدة فقط احنا قاعدين نتناقشوا كما تحدثنا يعني على هامش هذه الجلسة، مشكلة المتدينين في الصدق مع الله، الله أكبر، ومشكلة غير المتدينين في الفهم الخاطئ لدين الله. هذه أنا بتجربة المتواضع اجتهاد خاص أقولها، مشكلة المتدينين في الصدق مع الله عز وجل، يعني غياب صدق مع الله، وغير المتدينين في الفهم الخاطئ لهذا الدين، فاهمين الدين في أمور شكلية ولا أو شيء من هذا القبيل، يعني مش فاهمين الدين. وبالتالي أن هذه الزيارات هذه إن دلت على شيء فإنما تدل على أن هذا الزائر ولا المزور حقيقة رام فاهمين الدين، وحقيقة رام على خطى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا. وحنا لما دخلتنا نبحث على لماذا غابت ربما الأجل، حنا لما دخلت الأمور الدنيوية والأمور الشكلية هي التي قاضت على مثل هذه الأخلاقيات. لما تحب تزور واحد تقول أنا كيفاش أني روح نزور وأنا ما عندي شيء، يعني إذن ما نروحش، شوف الأمر الدنيوي. حتى قلت وصل الأمر بنا إلى زيارة المريض، تكلم قادر مع الزوجة تقول لها روح نزور فلان، تقول أنا كيفاش أني الشهرية ما لحقتش والدراهم ما كانش ونروح أنا يديا فرغانين أي ما نروحوش. شوف يعني هذا السبب المادي قضى على ماذا؟ على هذا الخير كله اللي هي مثلا زيارة مريض، يعني اللي ولي حاجة راهي عند ربي سبحانه وتعالى راهي كبيرة خلاص. وبالتالي لاحظوا بأن الأمور الدنيوية كيفاش انقضت على هذه الأخلاقيات السامية في ديننا الحنيف. حتى لو كان نروح نشوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا كانت هذه الزيارات متتالية، يعني حتى بشكل منظم. أنا ممكن الحديث أنهم يعرفوا الإخوة كامل، الصحابة كانوا بعد كل صلاة جمعة يروح عند واحد المرأة، يعني كانت توكلهم المرأة ذيك كل يوم جمعة، يعني بعد خطبة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم يروح عند هذه المرأة توكلهم، يعني عند حاجة أمر عادي جدا. معنى قال شوف كل ما تعلقوا بربي سبحانه وتعالى ونبتعد عن الدنيا كل ما راح تنتشر هذه الأخلاقيات، وكل ما نبعدوا على ربي سبحانه وتعالى ونتعلقوا بهذه الدنيا كل ما تغيب هذه الأخلاقيات على الزيارة والزيارة وغيرها. وبالتالي هذا عدم الزيارات هذه راهي تحصيل حاصل اللي هو الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. رانا ماذا بالتعبير رانا قاعدين نسلكوا فيها، انا نقول لكم رانا قاعدين نسلكوا فيها، هذا عقاب في الدنيا قبل الاخره. انتم ما تظنوا العقاب جهنم او العقاب قد يكون انه حتى الواحد كما انه قريت هنا مره انا عبد من بني اسرائيل فاعصى ربي سبحانه وتعالى ثم قالوا يا الله قالوا أنا عصيتك ولم تعاقبني، فالله سبحانه وتعالى قال له أنت يعني تصلي بدون خشوع وتصلي بدون أنه يعني لذة المناجات أو عقاب أنك تصلي وما تتخشعش وما تبكيش وما تحركش، هذا عقاب في حد ذاته، يعني قاعد حركات يعني هذا الشيء اللي صح. احنا قاعدين نقول الله محمد رسول الله، وهذه الأخلاقيات غائبة في المجتمع أنت عن الزيارة وغيره، هذا راه عقاب هذا. وخاصة إذا كانت رب مش منطوش على خلي الكلمة الزملاء تاعي، خاصة إذا كانت الزيارة لأولياء الله والزيارة للدعاة، أنا هذا أنا نقول واجب أنك تزور واحد من أولياء الله ولا تزور واحد داعية ولا تزور إنسان رباني ولا تزور واحد عالم، دير تنظم روحك ولو مرة في الشهر، قال والله حتى أكون أتحرك له منه دير شان نمشي الأميال والأميال وروح ندير معه قاعدة. إذا كان هذا ابن القيم رحمة الله عليه يقول ابن القيم ليس بالإنسان العادي، يقول إذا ذاقت من الدنيا نذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ونقعد معاه غير جلسة بسيطة مع ابن تيمية خلاص تروح تزول الدنيا وننسوا الدنيا وترتفع كما نقول بلغتنا اليوم المعنويات وتقرب أكثر من ربنا عز وجل، لأنه ربي سبحانه وتعالى دار هذا من العباد يعني باش أنه يذكرونا بربي سبحانه وتعالى، وما نقولش كأنبياء وإنما رام على خطى الأنبياء يقوموا بدور ماذا؟ يقوموا بدور الأنبياء ويجددون كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أمر دينها. وبالتالي هذه الزيارات الربانية وهذه الزيارات الدينية هذه رأي مليحة بزاف بزاف بزاف، ونتمنى إن شاء الله إحنا نكثر من هذه الزيارات وديما نزور بعضنا ونطلع على بعضنا، ورأي معنا جلسة الملائكة ورأي هذه القاعدة الدنيا وما فيها والله رأي الملائكة اللي رأي تحفنا الآن ولا حتى إخواننا من الجن يا رب قاعدين معنا الآن رب قاعدين معنا يشوف سبحان الله يستمتعون بهذه الجلسة الطيبة. ربي كثرنا إن شاء الله ربي لا يحرمنا في هذه الجلسات إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذنا محمد، الله يجزيك بخير، كلمات طيبات
نابعة من القلب، ونسأل الله عز وجل تجد مكانا في قلوبنا وقلوب السادة المشاهدين. معنا كذلك فضيلة الشيخ موسى لأتحفنا بهذه التلاوة العطرة. الشيخ موسى أذكر هو معلم قرآن، هكذا أستاذ تعليم قرآني في مدرسة قرآنية التابعة لمسجد أبو بكر الصديق، يعني بشهادة الناس عين الليلة اللي يعرفوها الكبير والصغير يعرفوه، خرج أجيال. هذه ليس يعني كما يقولوا تزكية، لا تزكوا أنفسكم، وإنما من باب شكر الناس على أفعالهم وعلى صنائعهم. فضيلة الشيخ موسى أعطينا كلمة بهذه المناسبة الكريمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فنحن نرحب بضيوفنا الكرام في هذه المدينة المضيافة، كما نجدد الشكر لأخونا العيد على هذه الاستضافة وعلى هذه الضيافة. بارك الله فيك، رب يجعلها إن شاء الله في ميزان حسناتك. تتمة لما قاله مشايخنا، تكلموا على الزيارة وفضلها، وفضل زيارة الصالحين، وفضل مجالسة الأصحاب. هو كما قال المولى سبحانه وتعالى، يعني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، يعني الأخلاء هو الخليل، هم الأصحاب بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني استثنى المولى سبحانه وتعالى من الأصحاب المتقين، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ثم بشرهم المولى سبحانه وتعالى فقال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلان تحابا في الله واجتمعا مجلس، يعني اجتمعوا لذكر الله، رجلان تحابا في الله يظلهم الله من بين السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هذه تتم لما قاله شيوخنا، يعني الشيوخ يعني أجادوا وأفادوا، بارك الله فيهم، وإن شاء الله يجعل ربي في ميزان حسناتهم. يعني شيخنا دحمان، نحن نتمنى يعني الزيارة تاعكم لا تنقطع، وتكون يعني مرة على مرة تزيدوا زورونا، ومرحبا بكم دوما في 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 هذه المدينة المضيافة، في مدينة الشهيد العربي بن مهيدي رحمة الله عليه. يعني يكفيها شرفا هذه المدينة أنها تنسب إلى هذا البطل، يكفيها شرفا ويكفيها فخرا أنها تنسب إلى هذا البطل العربي بن مهيدي. ونحن أيضا في هذه الأيام المباركات، أيام شهر رمضان الكريم، ونحن مقبلون أيضا على العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم. هذه العشر، والله هذا الشهر قرن الشهر الوحيد الذي قرن بالقرآن الكريم، فقال المولى سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ثم قال بعد ما يكمل الآية، ثم قال وإذا، يعني الآيات الدعاء، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنا أجدد التذكير لإخواني المستمعين، أجدد التذكير بأنه هذا الشهر هو شهر القرآن الكريم، وهو شهر الصلاة، وهو شهر قيام الليل، وهو أيضا شهر الدعاء، فلا نغفل عن الدعاء، لقول الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وادعونا معاكم وربي يجازيكم إن شاء الله. شكرا شيخنا موسى، ربي يجزيك بخير إن شاء الله. اللقاء سيتجدد والزيارة ستتجدد، بشرط أنه من نومكم كما يقولون، الدعاء من نومكم، الزيارة من نومكم كذلك. دونك هذه هي الشيخ محمد سهل، الشيخ محمد سهل هو الأسهل. دونك نجوز الكلمة ضيوفنا الكرام وهم أهل البيت، يعني خونا عصام والحاج العيد صاحب البيت، وخونا فتح كذلك، تفضلوا. السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم مجددا، ومرحبا بكم في بيتي. وحنا ماذا بينا هذه الضيفه هذه ديما تكون، حنا ديما ان شاء الله تكون الضيفه هذه، وحنا قد ما تكون عندنا ضيفه قد ما نرتاح حنا، يعني هذه يعني من طبعنا، وماوش من اليوم وماوش من حنا طول، يعني هذه نشتي الضيف، يعني حنا اصولنا نشتي الضيف، خاطرش ربونا جدودنا وبيانا واهلنا ربونا على الضيافه، ونشتي الضيف. ومرحبا بكم، وصحه رمضانكم مجددا، صحه رمضانكم وصحه عيدكم، لا يعني ما تلاقيناش يعني ان شاء الله ان شاء الله. وهذه الزياره هذه بالك هذه الثالثه اللي تلاقينا فيها، والله هذه الثالثه من الزيارات اللي تلاقينا فيها، واليوم احسن زياره اللي تلاقينا في رمضان.
الحمد لله يا رب العالمين. نعم أو من بعد نقلبوا لكم احنا سيسا زيرو. نعم نجي نجي مكتوب ان شاء الله يجيب ان شاء الله نجي نجي انا وعندي احبابي في مدينة القبيل. لا لا نجي ان شاء الله نجي نزوركم ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله ان شاء الله. لا لا نجيها نجيها المنطقة تاع القبيل نشتيها بزاف يعني. الله يبارك فيكم. تفضل. ايه معطوب معطوب للناس عقبت انا وياه الخدمة الوطنية. ايه في 76 عقبناه في وهران في الكمين. حبيبي ربي يرحمه على كل حال في هذه المناسبة هذه. وقعدنا يعني بزاف مع بعضنا احنا عقبنا 24 شهر هذاك الوقت هذاك. في وهران. في وهران ايه. نعم تلاقينا انا وياه عدة مرات. لقيت انا وياه عدة مرات. وجاني حتى العيم لي لهنا. في الخرجة تاعو ايه في الخرجة تاعو كيما خرجنا بعد من بعد واحد بعد 15 20 يوم هكذاك ولات مناسبة راح يروح لتونس الله ربي عالم والله جا عدى علينا هنا وراه. وحاجة أخرى ثاني نقول له يعني يا ربي يرحمه على كل حال يعني هو يعني على كل حال النهار تاعو الحق وزودوا له بالرحمة في هذه المناسبة تاع رمضان. ومرحبا بكم ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شنو نقول لإخواننا مرحبا بكم في كل وقت ان شاء الله والدار راهي مفتوحه ليكم والاخوان القبائل رانا بخاوتنا ورانا شتيم حنا رانا عرب وانتم قبائل راكم خاوتنا ورانا نحبوكم في الله ونحبوكم رانا راكم رانا فطن واحد ان شاء الله ربي يلمنا بعضنا عرب وقبائل وشاويه والجزائر كل تكون ان شاء الله مجموله كل مع بعضنا شنو حالك الندغه هذيك تاع القبائل وشاوي رانا خاوه كل والله نحبوكم يا القبائل والله نحبوكم هذا. السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله ديما. نزيد نجوز الكلمه لضيوفنا على شمالي استاذنا وحيد بوستا طالب يعني وفضيلة الدكتور ياسين تفضلوا. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اما بعد اولا نرحب بضيوفنا الاكارم. ثاني نشكر عمي العيد على الضيافه وعلى حسن الاستقبال. دائما هذا البيت نعتبره بيتنا. ربي يجازيك وربي يتقبل منك. ثانيا لقد أجادوا شيوخنا وأفادونا ومنكم نتعلم. احنا بربي إن شاء الله نحبكم في الله ونتمنى أنه تكون ديما هذه اللقاءات ما تقولوش 3-0 كاتا زيرو ماركيو 5-0 في أي وقت رواحه هنا. نعم منين تحبوا تجيوا المدينة الشهيد العربي بن المهني نحن نستناو فيكم إن شاء الله وديما نرحبوا بكم تاج فوق رؤوسنا نحاسبوكم هذا كي يجيو العلمين نروحوا عندنا ان شاء الله. والله لم تسح في الكلمات الكلمات راحت مني. نعم لماذا لان قالش انت الشيوخ اعزاز علينا والله ومرحبا بكم هذا منقول لك وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد اسال الله تبارك وتعالى أن يجعل زيارتكم إن شاء الله في الله وأن يجعل هذا المجلس إن شاء الله من المجالس التي تحفها الملائكة. يعني أذكر نفسي وإخواني الحاضرين والمشاهدين بأهمية هذا الشهر العظيم وإنما هو تذكير فقط وكل يعلم ذلك أن هذا الشهر هو شهر التغيير. هذا الشهر ربنا سبحانه وتعالى حببنا فيه بقوله أياما معدودات وهذه إشارة إلى ضرورة الاجتهاد. فكأن الله سبحانه وتعالى يقولنا اجتهدوا في هذا الشهر فما هي إلا أيام معدودات تمر. وهذا الشهر اجتمعت فيه أصول تغيير النفس وأصول مجاهدة النفس والتي ضبطها العلماء رحمهم الله في قولهم قلة الطعام وقلة المنام وقلة الأنام وقلة الكلام. ففي شهر رمضان من المفروض أن يقل الطعام وهذا بالصيام وأن يقل المنام وذلك بالقيام وأن يقل الكلام وذلك بقراءة القرآن وأن يقل أن تقل خلطة الأنام وذلك بالاعتكاف كما كان يفعل سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. فأذكر نفسي وإخواني أن نجتهد وأن نحاول أن نغتنم إذا كان فات النصف الأول من رمضان نزيد إن شاء الله نحاول نجتهدوا
ونجتهدوا مليح خلاص في العشر الأواخر باش الإنسان يخرج من مما كان فيه قبل رمضان، فيخرج من رمضان وهو أحسن مما كان عليه، وهذه بيخرج منها الإنسان لابد من اليقظة. وقد عدها شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله في كتابه منازل السائرين، وهو من أعظم الكتب في التربية، وقد شرعه ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، فيعد السلوك إلى الله تبارك وتعالى والصعود والعروج إلى مولانا عز وجل بالأعمال يعدها في 100 منزلة، وأول هذه المنازل هي منزلة اليقظة، واليقظة هي عكس الغفلة، والغفلة هي من أخطر ما يصيب الإنسان، وقد حذر منها سبحانه وتعالى في قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالخروج من الغفلة هذه فرصة في رمضان أن يخرج الإنسان من الغفلة. فلما يشرح شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي رحمه الله الغفلة ويبين حقيقتها وهي القومة إلى الله، فهو سماها باليقظة، منزلة اليقظة يعني عكس الغفلة، فيتكلم كثيرا عن حقيقتها وعن مراتبها، ثم في آخر الكلام يقول: وملاك ذلك كله. وملاك ذلك يعني خلاصة القول في اليقظة: خلع العادات وملاك ذلك كله، هذه آخر جملة في تعريفه وتصنيفه وتقسيمه لليقظة، يقول: وملاك ذلك كله خلع العادات. ورمضان من المفروض هو الشهر الذي يخلع فيه الإنسان كل عاداته، عادات الطعام وعادات النوم وعادات الكلام وعادات خلطة الناس. ويعني لما ننظر في حالنا للأسف الشديد أننا نخرج من رمضان ونحن أسوأ حالا مما دخلنا، فنزيد في الطعام ونزيد في الكلام ونزيد في خلطة الأنام، يعني كلها معكوسة. من المفروض أن الإنسان ينقص من هذه الأمور الأربع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخير. أمين، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم على هذه الزيارة. بارك الله فيك دكتورنا على هذه الكلمات النيرات. والدكتور ياسين من أوائل ربما الدعاة هنا في عين مليلة، ربما في زمن الصحوة، الذين لهم باع كبير في نشر الوعي ونشر تعاليم الدين الإسلامي في هذه المنطقة المباركة، جزاه الله عنا وعن الإسلام كل خير. خوتنا خوتتنا، احنا غادي نتعمدنا نصوروا هذه الجلسة، ربما الواحد يتساءل يقول هذه جلسة في دار عفوية في رمضان رمي قصروا على صورتها، يعني نعم صورنا، لأنه أنا في زمن الرداء للأسف، أنه زمن الناس ينشروا أمور تافهة، ينشروا أمور، راكم تشوفوا حال ما يعرض على الوسائط وعلى الشاشات خاصة في هذا الشهر الكريم، تلقوا الناس ينشروا أي شيء، يعني ينشروا تفاهات ويديروا البوز بأمور يعني لا تليق بحرمة هذا الشهر. فكيف بنا نحن لنتزور في الله ونجلس في الله ونتذكر في الله عز وجل، مدى بنا هذا الأمر يعني يصور وينشر بس الناس يعرفوا ما هي الحياة الحقيقية، أنه نعمة هذه تاع التزور نعمة عظيمة، نعمة ما نزلش نغفل عليها. فضيلة الدكتور محمد، وحنا في هذا الشهر العظيم بذكر الإعلام، أنت ليك تجربة في هذا الشهر في برنامج نفحات رمضانية، لهذه السنة يعني خرجت من ديكور هذاك تاع الشيخ يقعد ويهضر، خرجت خلط المجتمع، خلط أئمة، خلط ناس فلاحين، ناس تاع المجتمع، يعني واش تستنتج يعني من هذا الإطلالة تاعك ومخالطتك للناس في هذا البرنامج من خلال خرجاتك الميدانية؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا سؤال وجيه يعني، وفي الحقيقة أنا قبل أن أجيب عن هذا السؤال نقول كلمة يعني بسيطة، هذه راهي من المسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد منا، يعني الدعوة الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إلى الخير وإلى الصلاح وإلى كل ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، هذه راهي مسؤولية الجميع يعني، وبالتالي لما هذا العملية عبارة عن قيام بالواجب. وانا نذكر واحد الكلمة هذه بين الأمور اللي تحفزنا على الدعوة الله سبحانه وتعالى وما ننساهاش، هذه الكلمة رائعة لابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كل من يعلم الناس الخير فهو أمة. هذه حفظوا الكلمة تعجبني بزاف، خلاص، كل من يعلم الناس الخير فهو أمة، إن إبراهيم كان أمة، يعني ذكر هذا الكلام عند تفسير هذه الآية القرآنية، وبالتالي قد تجد فردا يساوي أمة وقد تجد أمة لا تساوي شيئا.
عندما ينتشر الخير والدعوة إلى الخير فمعنى أن الأمة راهي بخير. حتى لو كان يكون فرد واحد كما كنا نحكي بين مع الزملاء وذكر الشيخ الدكتور ياسين كلمة رائعة، أنا محتاجين المربين بزاف خلاص يعني في المجتمع اللي يعيشوا مع المجتمع واللي يكون في محاكاة كبيره مع المجتمع، وهذا من اللي راح يغيروا المجتمع وراح يوصلوا به الى 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 بر الامان. طبعا التجربه اللي ذكرتها استاذنا الكريم القضية تاع هذه الرمضانيات لهذه السنه كان عيب باش الناس كبار وعجيز والمصاعب ما تبي تطمن شي. شوف احنا السنوات اللي فاتوا كنا نهضروك بشكل عادي يعني كانت كاميرا قدام كنت تتكلم يعني هذا احنا والله قبل هذه ربنا قلنا كنت مع زميلي اللي هذا الكاميرا مان عيسى تعرفوه نعم اي بلغكم سلام كامل على كل حال ان شاء الله. درنا قاعده في تخطيط قلنا لازم رمضانيه هذه السنه الحصه هذه لازم نخرج بحاجه جديده نخرجوا من المألوف. على كل عام احنا ديما واحد قاعد الشيخ يهضر وكاميرا مقابلاته لازم العام هذا نديروا حاجه جديده تتولي صوره نمطيه اللي أيوه. يشوف على الشاشه يشوف برك واحد قاعد مع الكاميرا الشاشيه يفوت يفوت يعني بين على مش عايض اي نعم يفوت غير يفوت. صدقوني هذه يعني بتجربه متواضعه والله لما تكون يعني انا مش ندعي ولا نيت عليه ربي سبحانه وتعالى لما تكون جات في العمل نتاعك ما يخليكش ربي سبحانه وتعالى تجيك الافكار من حيث لا تحتسب. فجات هذه الفكره يعني يكون الحديث نتاعنا تاع الدعي يكون قليل جدا مقارنه بالحديث تاع الناس الصائمين يعني فكانت وكنا خايفين قلنا قادر ربما الناس يقلقوا منا لان احنا على بالنا لما نتكلموا على الاقل مع ثلاث اشخاص في موضوع معين حتى المواضيع مش اي موضوع اخ حسين اي موضوع نتكلموا فيه لازم تكون مواضيع دي مدروسه تقيس الواقع مش اي موضوع مش الموضوع تاع كما نقول القران الكريم وقيام الليل هذه كلش بعدها في موضوع واحد بطريقه اخرى قال البرنامج اليومي تاعك باش ما يشوفوا مثلا هذا العبد الضعيف ولا يشوفوا الدكتور ياسين ولا الاقدعمان ولا الشيخ رزقي قال لا اغلطك حيت كلمنا على قيام الليل اي ما نسمعلوش منه. على بالك شوف حتى المواضيع كما تاع الشباب اللي يحمل خناجر والسيوف في الطريق السبان والكفير على ربي سبحانه وتعالى قطع الرحيم الناس ما تزورش بعضها حتى انه الزياره تاع العيد عاد بلا سمس خو يعني في نفس المدينه ما يروحلوش ما يطلش عليه ويبعث له عيدك مبارك هو قادر يروح ليه اذا انت هذه ديره واحد ربما اللي يراه البحر ولا مثل هذه المواضيع اللي محتاج المجتمع. فبالتالي فكرنا بهذا الشكل وفقنا ربي سبحانه وتعالى نوصل هذه النتيجه نديروا حوار مع وفعل والله يعني حتى انا كنمشي برا هكذا تلقى معنا ويدلك ربي رسائله وهذا من بين المعاني تاع كلمه شاكور يعني كيف يقول شيخ الاسلام ابن تيميه بين لك ربي ان شاء الله روح قبل منك العمل لما تشوف احنا باش يشكرونا الناس ولا يجيك مبشرات الناس عجبهم الحال ويزيدوا يعطيكم الصحه الطريقه هذه. وحنا شوف الشيخ احمد يعطيك حاجه لما يكون الالقاء مباشر تاع الداعيه كذا يدير درس كلمه شبابنا اليوم صدقوني لكن صبر معاك دقيقه ونصحك كذا على الاكثر يسمع لك هكا دقيقه ونص كذا ميه اللي تاع فيديو تاع خمس دقائق ست دقائق ما يسمع لك وتكون مشكور في الوسائل التواصل الاجتماعي درسها الفيديوهات اللي تمشي ماشي هذه تاع فيديو تاع حتى 3 دقائق كما تقول كبيره يمشيوا هذوك لي ستوري يمشيوا للفيديو صغار هكا الناس يشوف ما دبي يعطيله الريزومي يعطيله الخلاصه على يعني نعم بصح شوف غادي جاي بصح شوف بالطريقه هذه تاع الحوار مع الناس برا كنت قلت له 10 دقائق ويبقى يشغل الفيديو هذاك اللي يقول لي والله فلان وقاعد يهضر هذاك حتى كان شخصيه معروف في علم هاي ما يفيقش كاش 10 دقائق كسبته سحرته اسمع هضر عليه ربما على مسافه صفر نعم صفر متر مع المشاهد ما كانش حاجه كي تقعد دوك انت تهضر كاين يتفرجك اللي ما يتفرجكش نعم. تنزل الميدان تنزل المجتمع مع مسافه صفر مباشره مع الناس وعدي يعيطونا كان يعيطونا ويعيطونا باش نحضر معاكم ونهضر انا ثاني وكذا حرجونا كان كاين اللي يحرجونا وزلنا درنا تقريبا الاخ موسى درنا على الاحياء المشهوره في عين مليله ما شاء الله شفتوها كاين احنا الهيك وجلي رحنا الفرشي حي النور احنا المالحه الكاستور درنا على الاحياء المشهوره في المدينه تاعنا حاولنا نقيسوا الاغام باش درنا عليهم كامل يعني يستحيل منا وحتى الحلقات كان حوالي ممكن تكون 15 حلقه تقريبا نديروا يوم بيوم
تاع لانه تاع كل يوم الناس يملوا هكذا اه. وبالتالي شفنا الصدى نتاعها لقينا ما شاء الله يعني اه. وهذا الداعيه كما ذكرنا كبير الشيخ رزقي احنا تعلمناه ابن عصره وابن ابن تكنولوجيا هذه لازم يمشي معاه هذا سيدك هكذا المجتمع يفكر وهكذا الشباب يفكروا ما تبقاش انت بالعقليه نتاع السبعينيات ولا الثمانينيات ولا تكون لازم تعيش معاه ولا لا شيخ موسى لازم تعيش معاه هكذا تحاور منه تجبدوا ليك منه وتكلم معاه باللغه نتاعو هكذا تنجح انا نقول لك الحاجه العيد نقول لك كلمه لما نقول لك اخي نتكلموا يعني بصراحه شوف كثير من الشباب مش عدد قليله كثير من الشباب اللي قال لي هذه الكلمه قال لي شيء قال لي والله كاين اي ما يعديوا علينا السلام يقولها الناس انا في عين لنت كلمه عندنا هي يتكبروا علينا يقول لك السلام والله ما نسمعها منه اذا انت كما قال لك قبيل الشيخ راسخي كنت كيفاش تحوس يتعد لوجيك الجامعة هذا وانت قاعد تقابل فيه باللغه هذه ولا بالطريقه السلبيه هذه موجوده بكثره خلاص يعني في حين انه نعم انا يحكي لي واحد وهذه كما نقول احنا من الواقع يحكي لي واحد قال لي عد علي امامه قال لي السلام والله ما قالها لي وقال لي كان قاعد حذايا مبوك انا بعد امطار فقط واحد من الوجهات عين مينا في صحاب الدرا تاع مينا قال لي راح لي وسلم له على راسه قدامي انا شفت قال لي وانا عد علي السلام ما كانش ما كان نسميه الامام هذا قال لي قلب احنا درا هذا واقع مسكين ايما الله يبارك اللي تقام عايشين مع الشباب وما نعم وبالتالي احنا مليح انه نعيشوا ديما مع المجتمع تاعنا ونحتكوا بالمجتمع تاعنا ان شاء الله تكون فيه نتائج جيده ان شاء الله. الشيخ محمد ودكتور دمان اقدم محتوى هادف جدا محتوى من 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 الواقع انطلاقا من الواقع المعيش فاحنا اللي رانا على طول عم نشكي ونقولوا ما كاش اعلام هادف وما كاش برامج وانت كنا حرمه رمضان يا خوتي يا خويا هذا او الدكتور انا ندير له دعايه يعني على المباشر دكتور يقد في 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 عمل هادف ونشاط هادف اخويا ماذا بينا يكونوا الناس يدعموه ماذا بينا يكونوا الناس يدعموا هذا المحتوى الهادف باش يعني هذا الدين نخدموه وهذه الدعوه المباركه نشرها. نجوز كلمه الفضيله الشيخ رزقي حتى سعيد بالك يزيد شويه بقبيليه وشويه بالدرجه. الشيخ قلق قال وقتين نرمط نتصل عليه بهذيك الشتكاين انه تلفزيون البرامج شويه اليوتيوب العباده تنشر الامور خصوصا تنكون يقلق الجزائر كان قيمه كدين دين في ديون غا يتمثل كعين ليله الدينار دي خمس سن الدينار دولا وننسن قبل لنا كني قال استغمات الدين بعض كتمسليت مشتا كشيخ واش قلا نتولي لي فيديو يعني كل يوم في اليوتيوب تمسلي دي العيبه تخدم لازم دي فيديو دروس كل يوم سلاير داك فوزل واش تد القيمين بارك الله فيك الشيخ دحبان بارك الله فيك الشيخ دمان الحاج توجور سيدي يعطيك الصحه كي حرز ربي ربي يجازي كل خير فتحت لنا الباب استقبلت لنا ما شاء الله وكنت سبب في هذه الجلسه وان شاء الله قالنا ان شاء الله الدكتور اعطانا كان موعظه قيمه مفهوم ما شاء الله قيم كلام واسع الله يبارك كذاش على الدين غير الشيخ تحمان ذا الصح لان العباد خدمن بولا ديستريكسيون لا سوسيتي خدمن باش يستغلي المجتمع قال وندو الى قاره ام يخدموا باش يطيحوا في المجتمع ولكن انا المشكل ماهمش اللي راهم يخدموا باش يطيحوا في المجتمع المشكل حنايا هل ترى رانا نقدموا لهذا الدين اسكو نكون نخدم يدينا كيني ثورا البروبلام العبد الا الفطل الى الحق الفطل يخدم جاء الحق وزهق الباطل اسكو الحق هذاك راهو يمشي اسكو اهل الحق راهم يخدموا اسكو الائمه راهم يخدموا اسكو الدعاة راهم يخدموا اسكو هاد اهل الخير هاد الجلسه هذه حنا بالك نحقروها بصح دوك الشيب كاشان جان ولا يتبعوها يتاثر يقول سبحان الله مازال الخير في المجتمع أشام تلقوا الائمه هادوك راحوا حتى العلم ليله وهادو استقبلوهم رمضان خلوا ولادهم خلوا دارهم على وجه رب العالمين تسمى ثلاث اثرا اش قال له ويجيني جاري خمس سنجان تدرت سنجان باش هاد روحنا انا ما داعين مليله باسكو علاه حبينا الخير حنا اون دواتر دي زيكزومبل لازم نكونوا صافي الا قال لي زيكزومبل لا سوسيتي الا قريد ولا اللي غاشي نقدش الا قريد ولا شي صوره ولا رب العالمين لو كليمان فغلاش جينيراسيون سورتو لي جان ليش انا كيني ثورا ثان ديفلوبين كشمل الانترنت كشمل كوني الا قا نروح غرسي الا قا نفار غرسل خطر اول رب العالمين الا قا ياوضي الغاشيه فهمت ماذا الجلسه تا كيني ما نسمش الكل خور روح لها
أم يصروا مشاكل في المجتمع بين كاع المجتمع منهم الدعاة؟ علاش نخلو حتى يموت العالم باش نروح ليه؟ علاه نخلي حتى يموت الداعية باش نروح نبكي عليه؟ أي يقولوا كي كان عايش اشتقع قاح كيما يقولوا التمرة، نهار يموت تروح تعال نقولوا عرجون تمر، يا وكي يموت ما يسحقش تبكي عليه. غير عسكر راحت له في الحياة، شحال من شحال ناس ندموا، شحال ندموا بكاو قال لك يا مات فلان وما زرتوش، يموت فلان وروح على غرس، يهلك مسكين وروح غاثي الزورة. سي تان بروبلام، هاد السنة لازم نحيوها. سبحان الله، كانوا جدودنا وعجايز تاعنا بكري يتزايروا ما يقدروش يقعدوا ما يدخلوش بيناتهم. لا نبغي لنا الوالدين لنا وايكش مروه وايسخ سيفه. من السنه انه امام ولا حنا نشوفوا خونا في المسجد غايب لازم نسقسيو عليه. هكذا ماشي هكذا الحال. السنه نورمالمون من ولا يولي غفله نروح نقلب في الناس. امك شيخ دمان جاري شهرين ما نشوفوش ما نسقسيش عليه. سي با نورمال. كاين خلل، يان بروبلام في الفهم تاع الدين. الى بروبلام ونفهم راه الدين راه يقلق الحال. الور الدين الشيخ بحمان الدين الا لين الا نكرك سيدي ربي الا لين اللي نكرك المجتمع. الصح كيفنا غير في المعامله، الصح كيفنا باش شكل مكان خدمه ديال المجتمع الى سوسيتي. في غنتلاوت الحاجه نعيا غير توز بيت الناس وين راه يزمني لا وين راه يقعدل ولاش نتقلي وين راه يقعدل. حنا نحوسوا لي بلي ماشي لي يهدم، نحوسوا لي دير الامل ماشي لي دير بيسيميز. تفاءلوا خيرا تجدوا خيرا. واش سو هاد القعده هادي تاع الدين وتاع الخير وتاع الضحك تاع قصره؟ مصباح قصرنا تعشينا قصرنا تشوفنا تبدلنا لي زيدي وبينا بلي الدين هذا يوحد ما يفرقش. انما المؤمنون اخوه. الدين يتفرق على لا فرق بين عربي واعجمي ولا اسود على احمر الا بالتقوى. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. حضر هاد الجلسه الطيبه يغمي يقيل الخير يغمي التكمات هذي زديك الولاون المي خسر الوثماون المي عقل الوثماون اللي لي تثمثل صافي دار المعاون بويكرانا هذي لي الخير وربي سبحانه يد الله مع الجماعه. لو ميساج دو سينيور اون لومانيتي توجور اون جروب. اركعوا مع الراكعين، اتقوا الله حق تقاته، اذا نودي للصلاه بالجو فاسعوا الى ذكر الله، تعاونوا على البر والتقوى. نهضوا راك الجماعه كاش اللي يعيش وحده في هذه الحياه؟ محمد رسول الله والذين معه. الور ذلك لقد الحيو تجمع الخير. كل ساعه تتمر القبائل نسعى تجمع نسعى الجماع نسعى الخدمه تدار تيكو تجمع. الور كنا نبغى نوحد الصفوف، نبغى نقعد تامور، نبغى الميعقل تتمثل. الور هذه الجلسه والله عندنا عنده واحد لوكو عنده واحد اون با ليماجين اون با ليستيبي دكتور ما نقدروش نستيبيو هذه القاعده. وفي الاثر اهل ذكري اهل مجالستي اهل شكري اهل زيارتي اهل طاعتي اهل كرامتي اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي. ان تابوا فانا حبيبهم وان لم يتوبوا فانا طبيبهم ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعايب. اقلع ثلاثين نفقون سيدي ربي سبحانه. رانا ضياف ربي هنايا، حنا جينا عند الحاج عند دكتور عند خوتنا ميافريت جينا عند ربي سبحانه. فربي غي يدي بوينا هذا ذوث من ربي غي يدي بوينا هذا ذو لون صديقنا غي يدي بوينا هذا كينيا. الور يبويا غي الدين يبويا غي رمضان يبويا غي القران يغي مياكي وتوجور جو لونس ان ميساج. نتلاقاو نشوفوا ماتش، نتلاقاو نشوفوا امورات. وعلاش الناس ما يتلونسونطو ما يديروش قاعده دينيه؟ نتناصحوا نشوف واش خصك، انت تشوف واش خصني، انا نشوف واش خصك. ابانش معاك ادي فين شيخ حمانات هو اللي ما يسعى غفل باسكو كي نتلاقاو ندرسوا المشاكل تاعنا، ندرسوا لي بروبليم تاعنا، ندرسوا واش خص. وسيد البلاد هذه بهذا الاجتماع بالك واحد فينا ينصحنا، نتناصحوا بيناتنا. لا خير في قوم لا يتناصحون. ولاش الخير يقوموا يتناصحنا؟ لا الله يرفع قيد النعمه. نحمد رب العالمين، نحمد رب العالمين كرمنا لهذه الجلسه الطيبه، هذه الجلسه المباركه، الجلسه رمضانيه. على كل حال نفحات ايمانيه، نقصر نصه، نتشاكى اللي قالت تلقين، نروح دايرين في ديال الحرمه ويوفق ربي الخير. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. بارك الله فيك يا شيخ قاسم على هذه الكلمات الطيبه التي خرجت من القلب. نسال الله عز وجل تجد مكان في قلوبنا ان شاء الله. اخويا ربي يجزيكم بكل خير. شيخنا دكتور ياسين جزاك الله خيرا. أنا وحيد ربي يكرمك ويعطيك الخير.
دكتور دمن، شكرا على كرم الضيافة، شكرا على الدعوة الكريمة، ربي كرمك. شيخنا موسى، ربي يقويك ويبصرك وربي يعينك في مشروعك القرآني، وإن شاء الله تجد أثره على الخير، إن شاء الله تعاونك وباش نتعاونوا على هذا الدين المبارك. أخونا الكريم عصام، ربي وين كان ما تكلمتش أنت أخويا، كلمة خفيفة برك. معليش كي كي عصب الشربر كيما العسل كيما عصب الشربر ما شاء الله او غير قاعده تعود كفي عباك كاين الناس تشوفهم تفهم كلش صح ها لا لا حد كاين انسان يقعد هكذا تفهمه بالهضره تاعك الو راه ما شاء الله حاج العيد ربي يجزيك على كرم ضيافه راك قدرتنا وراك ضيفتنا وراك يعني ربي كرمك واحد كيف كي حلك بيبان دارك اذا هذا قدر ديجا ما يخلينيش كلهم جايين يقول لي جيو عندي سبحان الله عندي انا عارف صلاح يا شيخ والله يقول لي عارف صلاح ربي على قدرك الحاج ربي قويك وبارك لك يبارك لك في مالك واهلك ورزقك وبيتك ان شاء الله هنا فتح فوتوكوبي يعني ما كنا نعاودوا ما شاء الله ما شاء الله ربي قويكم ويكرمكم والساده المشاهدين نشكرهم جزيل الشكر كي تابعونا في هذا اللايف ان شاء الله تتكرر هذه الجلسات وهذه القعدات الرمضانية ولما لا نشوفوا ثاني الناس يجتمعوا في الخير وينشروا هذه الأمور نشجعوا الناس لينشروا مثل الأمور الهادفة احنا على طول عام نشكيوا هذا الشيء فاسد فيسبوك فاسد وكذا ما كانش الخير احنا لازم نعمروه بالخير هذه وسيلة الناس اللي يعمروها بالخير باش يولي هذا الخير تقليد وسبت في هذا المجتمع الكريم نختموا هذه الجلسة المباركة مع تكرار الشكر و لعائلة دمان دبيح ولكل الناس عين مليلة اللي فتحوا لنا صدورهم فتحوا لنا قلوبهم وفتحوا لنا كذلك بيبان ديرانهم إن شاء الله جعلها الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله نخليكم سادتنا المشاهدين إن شاء الله نتلقى في ساعة أخرى وفي مجلس آخر إن شاء الله نخليكم بدعاء شيخنا صبيح اختمنا بدعاء المسافر الدعاء المسافر مستجاب يختمنا الشيخ رصقي هذا المجلس بدعاء جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إنا نعوذ بك من كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول ليس قبلك شيء أنت الآخر ليس بعدك شيء أنت الظاهر ليس فوقك شيء أنت الباطل ليس دونك شيء اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته على أحد من رسلك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهب همومنا وغمومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أعطيته ولا غنيا إلا زدته ولا مريضا إلا شفيته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللهم ألف بين قلوبنا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما يا رب يا رب يا أرحم الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات
إنك من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. الحاج ربي يبارك لك في مالك، ربي يبارك لك في رزقك، ربي يبارك لك في التجارة تاعك، ربي يبارك لك في كل ما عندك يا رب العالمين. كاع كيما راكم هنا ربي يبارك لكم في مالكم، ربي يبارك لكم في التجارة تاعكم، ربي يبارك لكم في الدرية تاعكم. اللي عنده والدي حيين ربي يطولهم في العمر، اللي ولد اللي عنده والديه ميتين ربي يرحمهم. ندعيو الناس اللي فارقونا الحياة، كانوا عايشين معنا العام اللي فات، كانوا عايشين معنا لولا العام اللي فات، هذا باباه، هذا يماه، هذا خوه، هذا عمه، هذا حبيبه، نقولوا لي توفوا ربي يرحمهم، اللي راهم مرض ربي يشفيهم، ونحمد رب العالمين على هذه النعمه، رفد علينا البلاء، رانا تلاقينا، صلينا تراويح، صلق علينا القران، خرجنا اهل الخير، اللي عاونوا اللي صدقوا، اللي نحدموا على الناس الزواليه، عاونوا الناس، عاونوا في هذا رمضان، ربي يبارك لهم في رزقهم، ربي ان شاء الله جميع اللي عاون ربي يبارك له، لو كان بالكلمه، لو كان بالدعاء ان شاء الله تعالى، الوليات النساء اللي راهم هنا بناتكم نساكم، ربي يبارك لهم. ربي يحفظهم، ربي يجازهم كل خير، اللي وجدونا للغداء واللي تهلاو فينا، ربي يبارك لهم في يدهم، ربي يبارك لهم ان شاء الله في السعي تاعهم، ربي يحفظهم كاع كيما راهم من ساتعنا، وهما اللي راهم مورانا، ربي يقويهم وربي يجازيهم كل خير. غي ربي دوبريت اللقاء، غي ربي دوبريت الطاعه، غي ربي دوبريت الدين، غي ربي دوبريت الاحسان، غي عفو ربي ذنوبنا، غادي يستر ربي لعيوبنا، ولله انت موضينا تسحلوا ربي، ولله انت غريبه ديال ربي، ولله انت الهلكه تسحلوا ربي، ولله انت طلافه تسقضوا ربي. هذه زين ربي لخوالنا، هذه زين ربي سعدنا، هذه زين ربي تودرتنا، هذه وحد ربي صفوفنا ان شاء الله. اغيا وربي دوبريت الوقام، اغيا وربي دوبريت الدين، دكتور دمان اكل الحاجه كل حرز ربي، اكل الشجر ربي، اكل يفقر ربي، ان شاء الله البراكي الخير كي نتشكى، ان شاء الله حصل البركه. غيا ربي دوبريت الطاعه، هذه نصر ربي الدين، هذه نصر ربي السنه، هذه يحيو ربي الدين، هذه يحيو ربي السنه. دكتور ان شاء الله ربي يقويك، ربي يحفظك، ربي يجازي كل خير، ربي يجعلك في خدمه المرضى وفي خدمه المسلمين وفي خدمه المجتمع ان شاء الله تعالى. شخونا موسى ربي يحفظك، ربي يجعلك ان شاء الله كما يقولوا عسل تاع المجتمع، راك تقري في الامه، تقري في القران، ربي يوفقك ان شاء الله تعالى. ربنا تب علينا انك انت التواب الرحيم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. ناس غربه، ناس اللي راهم في الغربه في فرنسا، في الالمان، في الانجليز، راهم في الغربه، راهم يتعبوا، راهم يعيطوا لنا، ما جاوش للبلاد، توحشوا البلاد. نقول لكم ربي يقويكم، ربي يجازيكم كل خير، ربي ان شاء الله يعاونكم، ربي يعطيكم الجهد، ان شاء الله كل يوم يتفتحوا البيبان، تعاودوا تولوا لماليكم، تولوا لبلادكم، تولوا لاولادكم، ربي يرفد هذه البلاد هذه، ربي يرحم الشهداء، ان شاء الله يصلح امور تاع البلاد، يصلح الامور تاع البلاد، يصلح الامور تاع البلاد، ربي يرفد علينا غلاء الاسعار، ان شاء الله اللي يحب الخير لهذه البلاد يعاونوا، واللي يحب الشر ربي يهديها ان شاء الله تعالى. ربي يهدي الشباب تاعنا، ربي يهدي الشابات تاعنا، ربي يجعلنا دعاة مهتدين، ويجعلنا الدعاة بالتي هي احسن، نحبوا الدين ونحبوا نرقوا القلوب ونصفيوا الامور تاعنا ونتوحدوا بيناتنا ونتحبوا بيناتنا، ما نتحاسدوش، ما نتباغضوش، نتعاونوا بيناتنا، نرفدوا هذه البلاد، نرفدوا هذه البلاد الطيبه اللي تسقات بالدم الشهداء. رانا في بلاد مباركه، عين مليله، بلاد العربي بن مهيدي اللي ضحى على هذه البلاد، ما خلى ولد، ما خلى طفله، ما خلى والو، خلى كاع الجزائريين هما اللي يهضروا عليه. الدليل هاو كتب له رب العالمين، رانا ندعيو له بالخير. اللهم اغفر ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم شهداءنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم. ربي